بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله القائل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب الهاشمي القرشي القائل: قل آمنت بالله ثم استقم، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإنني أشكر الله عز وجل أن هيأ لنا هذا اللقاء المبارك، جعله الله نافعا مباركا، ثم أشكر القائمين في التوجيه والإرشاد في الحرم المكي على تنظيم هذا اللقاء، وأسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. وإنني بفضل الله سأشارك في هذه الدورة بموضوع عنوانه الاستقامة على طاعة الله. جعلني الله وإياك أيها المستمع ممن قال سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا. وبعد، أيها المستمعون الكرام، فإن الاستقامة أمرها عظيم وشأنها جسيم وفضلها كبير، وهي سعادة الدنيا والآخرة. فمن أراد السعادة في الدنيا والآخرة فليلزم الاستقامة لمن وفقه الله إليها. هذه الاستقامة هي وصية الله عز وجل ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي طريق الصالحين، وهي صراط الله المستقيم الذي نطلبه من الله في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فالاستقامة إخواني هي الاعتدال، الاستقامة هي الاعتدال على طاعة الله عز وجل عقدا وقولا وفعلا، والمداومة على ذلك والاستمرار عليه حتى الممات، كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لمن سأله: قل آمنت بالله ثم استقم. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أيها الإخوة الكرام، في هذه الآية المباركة يخبرنا الله عن السعادة، عن الاستقامة، خبرا مؤكدا بأن وخبره صدق، وهو أصدق القائلين سبحانه وتعالى. يخبرنا ويرغبنا بأن الذين أقروا واعترفوا بأن الله ربهم وشهدوا له بالوحدانية والتزموا طاعته وداوموا على ذلك مدة حياتهم فلا يخافون من كل شر أمامهم، ولا يحزنون على ما خلفوا وراءهم،
فضل عظيم أيها الإخوة، فضل عظيم أيها الإخوة. خبر صادق أن الذين اعترفوا بأن الله هو ربنا وشهدوا له أنه هو الواحد والتزموا طاعته وداوموا على ذلك مدة حياتهم، الله سبحانه وتعالى أخبرنا بأنهم لا يخافون من كل شر أمامهم ولا يحزنون على ما خلفوا وراءهم، ولهم الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون، جزاء بما كانوا يعملون من الإيمان بالله المقتضي للأعمال الصالحة التي استقاموا عليها. والتوجيهات الإلهية كثيرة والمبشرات كثيرة، فمنها قول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. لا إله إلا الله. انظر أخي الكريم، انظر هذا الوعد الكريم من الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. آيات مباركة واضحة بينة، كل إنسان يعرف معنى هذه الآية المباركة. ربنا سبحانه وتعالى قبل هذه الآيات بيّن حال الكافرين في الدار الآخرة وهي أسوأ حال، بعد ذلك بيّن حال المؤمنين في الآخرة. ونحن عرفنا أن القرآن أيها الإخوة مثاني، إذا ذكر أحوال المؤمنين ذكر أحوال المجرمين، وإذا ذكر الجنة ذكر النار، ترهيب وترغيب. فربنا سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآية المباركة للمؤمنين في الآخرة أحسن حال وأطيب مآل، فقال: إن الذين قالوا ربنا الله. ما معنى الذين قالوا ربنا الله؟ يعني أنك مقر ومعترف أن الله ربك، لا رب لنا غيره ولا إله لنا سواه، هو الذي خلقنا وهو الذي رزقنا وهو الذي يتصرف فينا ويدبر أمورنا، والعبادة كلها له سبحانه وتعالى. فأنت إذا قلت ربنا الله اعترفت وأقررت بأن الله ربك، فالعبادة تكون له سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. مثلا ولله المثل الأعلى، لو أنك اعترفت في هذه الدنيا وفي هذه المملكة أن ملكك سليمان، أن ملكك سلمان ابن عبد العزيز حفظه الله، تنفذ أوامره وتجتنب نواهيه في هذه المملكة، وجاءك رئيس دولة أخرى وأمرك بأوامر، هل تنفذ أوامر سلمان أو تنفذ أوامر الملك أو الرئيس الآخر؟ لا تنفذ أوامر الملك سلمان. ولله المثل الأعلى، الله سبحانه وتعالى خلقك في هذه الدنيا وكلفك وأمرك، فأنت تنفذ أوامره، تقر وتعترف أنه ربك وتنفذ أوامره
طاعة له امتثالا لأمره سبحانه وتعالى. فربنا يقول إن الذين قالوا ربنا الله، فأنت تقر وتعترف أنه لا رب لك غيره ولا إله لك سواه، يعني لا تعبد إلا الله، لا تدعو إلا الله، لا تنذر إلا لله. كل العبادة له سبحانه وتعالى. ثم تستقيم على ذلك، فلن تشرك بالله في عبادته أحدا، تؤدي الفرائض، تجتنب النواهي، تستمر على ذلك حتى تموت إذا فعلت ذلك. ربنا سبحانه وتعالى أخبرك بخبر عظيم وسعادة دائمة لا يعدلها سعادة. ولذا يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، تتنزل يعني تكثر الملائكة، تكثر النزول عليهم، تهبط عليهم، وذلك عند الموت بأن تقول لهم لا تخافوا على ما أنتم مقدمون عليه من البرزخ ومن القبر ومن الدار الآخرة، ولا تحزنوا على ما خلفتم وراءكم، وأبشروا بالجنة دار السلام التي كنتم توعدونها في الكتاب وعلى رسال الرسول صلى الله عليه وسلم. هل هناك أيها الإخوة بشرى أحسن من هذه البشرى؟ والله إن الدنيا كلها لا تساوي شيئا أمام هذه البشرى العظيمة التي أخبرنا الله بها، وخبره صدق، تهبط على الإنسان المؤمن المداوم على طاعة الله الذي يموت مسلما، تهبط عليه الملائكة عند الموت وتقول له لا تخاف ولا تحزن وأبشر بالجنة. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. قال بعض من العلماء رحمهم الله البشرى في ثلاثة مواطن، البشرى ليست مرة واحدة وإنما هي في ثلاثة مواطن عند الموت وفي القبر وعند البعث، ثلاثة مواطن البشرى، ثلاثة مواطن. أمكنة الخوف العظيمة، ليس هناك خوف أعظم من هذه الأماكن، عند الموت، عند مفارقة الأهل والمال والأحبة ولا تدري ماذا أمامك، وفي القبر أنت وحيد لا ليس معك أحد، وعند البعث أنت وحيد. ففي هذه المواطن الثلاثة فيها بشرى، وشاهد هذا قوله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قلنا يا رسول الله كلنا نكره الموت، قال صلى الله عليه وسلم ليس ذلك كراهة الموت، ولكن المؤمن إذا حضر جاءه البشير من الله تعالى بما هو صائر إليه، فليس شيء أحب إليه من أن يكون لقي الله تعالى فأحب الله لقاءه. قال وإن الفاجر والكافر إذا حضر جاءه بما هو صائر إليه من الشر أو ما يلقى من الشر فكره لقاء الله، فكره الله لقاءه. قال ابن كثير وهذا حديث صحيح وقد ورد في الصحيح من غير هذا الوجه. ف
فهذه بشائر عظيمة للمستقيمين. أيها الإخوة، استقيموا على طاعة الله، واستقيموا على توحيد الله في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته. هل هناك بشائر أحسن من هذه البشائر؟ أن الملائكة تتنزل على الإنسان في حال خوفه ويقولون له: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، كما نسددكم ونحفظكم من الوقوع في المعاصي، وفي الآخرة نستقبلكم عند الخروج من قبوركم حتى تدخلوا جنة ربكم. وهناك أيضا بشرى أخرى: ولكم فيها، أي في الجنة، ما تشتهي أنفسكم من الملاذ، ولكم فيها ما تدعون، أي تطلبون مما ترغبون فيه وتشتهون. كل هذا نزلاً، النزل الضيافة، نزلاً وضيافة من لدن رب غفور كريم لكم رحيم بكم. لا إله إلا هو. فهل هناك أيها الإخوة أحسن من هذا؟ أحسن من هذا؟ لا إله إلا الله. عن سفيان ابن عبد الله الثقفي قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، وفي رواية غيرك قال: قل آمنت بالله ثم استقم. وزاد الترمذي: قلت يا رسول الله، ما أخوف ما تخاف علي؟ قال: فأخذ بلسان نفسه وقال: هذا. فيا أيها الإخوة، احرصوا على الاستقامة، ابتعدوا عن الشرك كل البعد، ابتعدوا عن تتبع خطوات الشيطان، لا تتبعوا خطوات الشيطان، فإن الإنسان ربنا سبحانه وتعالى جعل له العقل وكلفه، فهو يختار ما ينفعه. فانظر إلى هذه البشرى، بشرى أهل الإيمان والاستقامة عند الموت بالجنة، وهؤلاء هم أولياء الله المؤمنون المتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وهي هذا، وفي الآخرة عند خروجهم من قبورهم. وأعظم بشرى أيها الإخوة الجنة، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، ولأحدهم كل ما يطلبه ويدعي، وفوق ذلك النظر إلى وجه الله الكريم وتلقي التحية منه والتسليم. فهذا كله يدل على فضل الإيمان والاستقامة عليه بأداء الفرائض واجتناب النواهي. فالله أيها الإخوة، الاستقامة على طاعة الله عز وجل، الاستقامة والاستمرار على طاعة الله عز وجل. ومن ذلك أيها الإخوة الاستقامة والاستفادة مما شرعه الله عز وجل. لعلكم تذكرون، قبل 25 يوماً كنا نعيش في ظلال شهر القرآن الكريم. صلاة التراويح والصيام من الصباح إلى المساء، وترك الشهوات، وترك ما أحل الله لنا طاعة لله عز وجل. ثم في العشر الأخيرة التهجد، وكثرة قراءة القرآن الكريم، وكثرة الدعاء،
فشهر رمضان انتهى، والآن ونحن في 25 من الشهر الذي بعده نعلم أن هذا الشهر العظيم الذي ذهب هو شاهد لنا أو علينا بما أودعناه من الأعمال، فمن أودعه عملا صالحا فليحمد الله على ذلك ونبشره بحسن الثواب، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، ومن أودعه غير ذلك فليتب إلى ربه توبة نصوحا، فإن الله يتوب على من تاب. ونعلم أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى شرع لنا هذه الشرائع لنطيعه سبحانه وتعالى، فمن أطاعه يكون فرحا بنعمة الله عليه بإدراك رمضان وعمل ما تيسر فيه من الصلاة والصيام والقراءة والصدقة وغير ذلك من الطاعات. صلاة، صيام، قراءة، صدقة، غير ذلك من الطاعات، فإن ذلك كله خير من الدنيا وما فيها. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فإن صيام رمضان وقيامه إيمانا واحتسابا من أسباب مغفرة الذنوب والتخلص من الآثام، فالمؤمن يفرح بإكماله الصوم والقيام لتخلصه به من الآثام. فيا إخواني، إن انقضى شهر رمضان فإن عمل المؤمن لا ينقضي قبل الموت، وقد قال الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات العبد انقطع عمله. فربنا سبحانه وتعالى لم يجعل لانقطاع العمل غاية إلا الموت، فلئن انقضى صيام شهر رمضان فإن المؤمن لن ينقطع من عبادة الصيام بذلك، فالصيام لا يزال مشروعا ولله الحمد في العام كله. فقد شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم صيام 6 من شوال، وأخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أنها كصيام الدهر في صحيح مسلم، وأرشدنا الرسول عليه الصلاة والسلام إلى صيام 3 أيام من كل شهر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام 3 من كل شهر ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر كله، رواه أحمد ومسلم. وقال أبو هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، وذكر منها صيام 3 أيام من كل شهر، والأولى أن تكون أيام البيض وهي 13 و14 و15، لحديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا ذر إذا صمت من الشهر 3 فصم 13 و14 و15. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية، وسئل عن صيام عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استكمل شهرا قط إلا شهر رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان، وفي لفظ كان يصومه إلا قليلا.
ومن الصيام الذي وهو مقبل علينا إن شاء الله في التسع الأول من شهر ذي الحجة الذي بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام فيها ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله، ومن ذلك الصيام في هذه العشر وهي عشر يغفل عنها الناس. فالصيام إخواني ينبغي أن نستقيم عليه وأن نداوم عليه وأن نستمر عليه، فإن فيه خير، لأن الله سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي: الصيام لي وأنا أجزي به. وقد ذكر بعض العلماء أن الإنسان إذا قضيت عليه الديون ولم يبقى له شيء من الحسنات فإن الصيام يبقى له، لأن الله يقول: الصيام لي. فالصيام مشروع في السنة، فداوم عليه أخي المسلم ولا تتركه، ولو أن تصوم يوما من أول الشهر ويوما في وسط الشهر ويوما من آخر الشهر، لكن إن استطعت أن تصوم الثلاثة البيض أو الاثنين والخميس يكون ذلك أفضل وأولى. هذا الصيام نداوم عليه إن شاء الله حتى نلقى الله عز وجل، وهذا من الاستقامة على طاعة الله. وأيضاً من الاستقامة على طاعة الله قيام، إذا انتهى قيام شهر رمضان القيام لا يزال مشروعاً ولله الحمد في كل ليلة من ليالي السنة، وهذا ثابت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله. ففي صحيح البخاري عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليقوم أو ليصلي حتى ترم قدماه فيقال له فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا. وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وصلاة الليل تشمل التطوع كله والوتر، فيصلي مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت ما صلى. وفي الصحيحين صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فضل عظيم أيها الإخوة، قيام الليل فيه فضل عظيم، والدعاء فيه مشروع، ينبغي للإنسان أن يقوم الليل. ربك يناديك في الثلث الأخير من الليل وأنت تنام، سبحان الله. الله يدعوك، ينزل إلى السماء الدنيا ويقول: من يدعوني؟ يا الله. من يسألني؟ رب اغفر لي. من يستغفرني؟ رب اغفر لي. من يسألني؟ اللهم إنا نسألك الجنة. فهذا من الاستمرار على القيام، لئن انتهى القيام في رمضان فإن القيام مشروع طول السنة، وهذا فضل من الله ورحمة. وأيضاً أيها الإخوة، من الأمور التي ينبغي للإنسان المداومة عليها في الصلوات الرواتب التابعة للفرائض، وهي 12 ركعة، 4 قبل الظهر وركعتان بعدها،
وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل صلاة الفجر. عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. وفي لفظ: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. رواه مسلم. عمل يسير وثواب عظيم، أيضا من الأعمال الصالحة التي ينبغي المداومة عليها إخواني: الذكر بعد الصلوات الخمس، أمر الله تعالى به في كتابه وحث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم استغفر 3 وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر 33، فتلك 99. ثم قال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. عمل يسير وأجر عظيم، استقم عليه وداوم عليه واستمر عليه وأبشر بالخير. فينبغي إخواني أن نجتهد في فعل الطاعات ونجتنب الخطايا والسيئات لنفوز بالحياة الطيبة في الدنيا والأجر الكثير بعد الممات. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فعليك أخي أن تعبد الله سبحانه وتعالى كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فعليك بطاعة الله عز وجل. واعلم أخي، أعلم أخي المسلم أن الله سبحانه وتعالى أمرك بأمر عظيم، وهو توحيد الله عز وجل، توحيد الله وعبادته. ماذا قال الله؟ ماذا قال الله لك أيها العبد المسلم؟ احمد ربك أن وفقك للعبادة. ماذا قال الله لك؟ افهم ما أراد الله لك. الله عز وجل يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. العبادة يا إخواني هي الغاية التي خلق الله الجن والإنس لها، وبعث جميع الرسل يدعون إليها، وهي عبادته عز وجل المتضمنة لمعرفته ومحبته وطاعته. فإن تمام العبادة متوقف على المعرفة بالله، بل كلما ازداد العبد معرفة بربه
كانت عبادته أكمل. فهذا الذي خلق الله المكلفين لأجله لا لحاجة إليهم، تعالى الله عن ذلك. هو الغني ليس بحاجة إلى أحد، وإنما جميع الخلق فقراء إليه، لأنه سبحانه وتعالى خلقهم للعبادة فقط. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما هي العبادة؟ أن تعبد الله وحده لا شريك له. ما هي العبادة؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، سواء كان عبادة، سواء كان قولا، سواء كان فعلا. لا تعبد الله إلا بما يحبه ويرضاه. فالله ليس بحاجة إلى الخلق، لأنه هو الرزاق. الرزاق صيغة مبالغة، كثير الرزق. ما من دابة إلا على الله رزقها، وهو ذو القوة المتين، له القوة العظيمة والقدرة كلها، لا يعجزه هارب ولا يخرج عن سلطانه أحد. ومن قوته أنه أوصل الرزق إلى جميع العالم، ومن قوته وقدرته أنه يبعث من في القبور، وأنه خلق السماوات والأرض والجبال، وأنه على كل شيء قدير. فيجب أن تعبد الله. والعبادة إخواني، العبادة لها شرطان لا تقبل إلا بشرطين. الشرط الأول أن تكون خالصة لله عز وجل. الشرط الثاني أن تكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت إذا أخلصت العبادة لله فهي مقتضى قولك لا إله إلا الله، فالعبادة خالصة لله عز وجل، ومقتضى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فأنت يجب عليك أيها العبد أن تتعلم العلم الشرعي، أن تتعلم العلم الشرعي، لأن تعلم العلم واجب على كل مسلم، واجب على كل مسلم، فريضة. تعلم العلم الشرعي فريضة على كل مسلم. يجب عليه أن يعرف كيف يصلي، وكيف يصوم، وكيف يحج، وكيف يزكي، ويؤمن بالأركان الإيمان الستة، لأن الله اشترط العمل الصالح مع الإيمان. لا ينفع عمل صالح بدون إيمان، ولا ينفع إيمان بدون عمل صالح، بل لا بد من العمل الصالح مع الإيمان. ولذا قرن الله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات العمل الصالح مع الإيمان، ووعدهم بأن لهم الجنة. فاعمل صالحا وكن مؤمنا بالله. أركان الإيمان الستة: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وتعمل الأعمال الصالحة التي أرشدك الله إليها، وتستمر على طاعة الله عز وجل، وتعبد ربك كما أمرت، لا إفراط ولا تفريط، كما أمرك الله عز وجل. فأنت إذا استقمت على طاعة الله، وتعلمت العلم الشرعي، وعرفت كيف تعبد الله، وأحببت الله الذي خلقك ورزقك، وعظمت الله عز وجل، وخشيت من عذابه،
وأطعته وقمت بأوامره وانتهيت عن زواجره، ربنا سبحانه وتعالى جعل لك وسائل عظيمة تنفعك في الدنيا والآخرة. فمن الأمور التي تميز بها المستقيمون على طاعة الله عز وجل أن الملائكة تتنزل عليهم عند الموت تبشرهم بالجنة وتبشرهم أن لا يخافوا ولا يحزنوا، وهذا أعظم شيء يتمناه الإنسان. ثم أيضا أخبرنا الله عز وجل أن الذين يستقيمون على طاعة الله، ولو أن الإنسان بشر، لو أنه أخطأ في يوم من الأيام أو ضل الطريق في يوم من الأيام، وجب عليه أن يتوب ولا يؤخر التوبة، لأن باب التوبة مفتوح، وربنا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فإذا زللت أو أغواك الشيطان في يوم من الأيام، تب إلى الله وارجع إلى الله واستغفره واعمل، وتب على إلى الله عز وجل واستمر على طاعة الله حتى تلقى الله وأنت مسلم، لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. انظر إلى هذا الفضل العظيم. ربك سبحانه وتعالى قال في سورة غافر: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن الذي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم. لا إله إلا الله. انظر يا أخي الكريم، فضل عظيم. الله يخبرنا سبحانه وتعالى عن عظمته وموجبات الإيمان به وبآياته وتوحيده ولقائه، فيقول: الذين يحملون عرش الرحمن من الملائكة. والملائكة الذين يحفون بالعرش يسبحون بحمد ربهم تسبيحا مقرونا بالحمد، يعني يقولون سبحان الله وبحمده، ويؤمنون به أن يؤمنون بوحدانية الله وعدم الإشراك به في عبادته، ويستغفرون للذين آمنوا. لا إله إلا الله. ما هو عمل الملائكة الذين يحملون العرش؟ الذين يحملون العرش أربعة من الملائكة، والعرش هو أعظم المخلوقات، وهو سقف الجنة. ويوم القيامة يحمل العرش ثمانية من الملائكة. ما هي وظيفة هؤلاء الملائكة بعد حمل العرش؟ أو الملائكة الذين حول العرش يسبحون الله، يقولون سبحان الله وبحمده، ويؤمنون بوحدانية الله وعدم الإشراك به. فأنت أيها العبد اقتدي بهم، قل سبحان الله وبحمده في كل يوم 100 مرة تغفر ذنوبك، وكن مؤمنا بوحدانية الله ولا تشرك به في عبادته أحد. هؤلاء الملائكة يستغفرون للذين آمنوا.
لرابطة الإيمان التي ربطتهم بهم. المؤمنين يؤمنون بالله والملائكة يوحدون الله، فلرابطة الإيمان التي ربطتهم بهم. ولعل هذا السر في ذكر إيمانهم، لأن المؤمنين إخوة، واستغفارهم هو طلب المغفرة من الله للمؤمنين من عباده. لا إله إلا الله. فضل عظيم إخواني، إذا كان الملائكة الذين المقربين من الله يستغفرون لك، وهو معنى قوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، أي يقولون متوسلين إليه سبحانه وتعالى بصفاته ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، أي يا ربنا وسعت رحمتك وعلمك سائر المخلوقات، فاغفر للذين تابوا إليك، تركوا الشرك واتبعوا سبيلك الذي هو الإسلام، فانقادوا لأمرك ونهيك. ثم أيضا يدعون له لكم أيها المؤمنون وقهم عذاب الجحيم، أي احفظهم يا ربنا من عذاب النار، وأدخلهم جنات عدن. جنات عدن أي إقامة، من دخلها لا يخرج منها ولا يبغي عنها حولا، لكمال نعيمها ووفرة السعادة فيها. وأيضا من دعائهم يدعون ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، أي وأدخل كذلك من صلح بالإيمان والتوحيد من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، فألحقهم بدرجاتهم ليكونوا معهم وإن قصرت بهم أعمالهم. وقولهم إنك أنت العزيز الحكيم، توسل أيضا إليه تعالى بصفتي العزة والغلبة والقهر لكل المخلوقات، والحكمة المتجلية في سائر الكائنات. ثم أيضا لهم دعاء آخر، وقهم السيئات، أي واحفظهم من جزاء سيئاتهم بأن تغفرها لهم وتسترها عليهم حتى يتأهلوا للحاق بأبنائهم الذين نسألك أن تلحقهم بهم. ثم قالوا ومن تق السيئات يومئذ أي يوم القيامة فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم، أي النجاة من النار ودخول الجنة هو الفوز العظيم، لقوله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ومعنى ومن تق السيئات أي تقيه عذابها، وذلك بأن يغفرها لهم ويعفو عنهم فلا يؤاخذهم بها فينجون من النار ويدخل الجنة، وذلك أي النجاة من النار ودخول الجنة هو الفوز العظيم. ولذا ينبغي أيها الإخوة أن نكثر من قول سبحان الله وبحمده، فقد صح أن من قالها 100 مرة حين يصبح أو حين يمسي غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، أي في الكثرة. وبشرى المؤمنين بأن الله تعالى يجمعهم بآبائهم وأزواجهم وذرياتهم في الجنة. وقد استجاب الله للملائكة، وقد أخبر تعالى عن ذلك بقوله والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. قال مجاهد بين السماء 7 وبين العرش 70,000 حجاب، حجاب نور وحجاب ظلمة وحجاب نور وحجاب ظلمة، كما قال رحمه الله تعالى. وقال مطرف ابن عبد الله وجدنا أنصح عباد الله لعباد الله الملائكة، ووجدنا أغش عباد الله لعباد الله الشياطين. وتلا هذه الآية الذين يحملون العرش إلى قوله. ولذا ينبغي أن نحب الملائكة لأنهم إخواننا في طاعة الله وفي توحيده، نحبهم وندعو لهم
ولو كثروا من الصلاة والسلام على من يدعو لنا ويحبنا من الأنبياء والرسل والملائكة. وينبغي لنا أن نستقيم على طاعة الله عز وجل. فيا إخواني، الاستقامة على طاعة الله فضلها عظيم، فاستقم على طاعة الله واستمر على أوامر الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى أحل لك الطيبات وبين لك الطريق الصحيح الذي يوصلك إلى طاعته عز وجل، ونهاك عن كل ما يضرك. وكذلك سيدنا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا خليل الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما من خير إلا ودلنا عليه، وما من شر إلا وحذرنا منه. فينبغي أن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نطيعه وننفذ أوامره، ونتبع خطواته عليه الصلاة والسلام، ونبتعد عن خطوات الشيطان، ولا نتبع خطوات الشيطان، ونكون عبيدا صالحين طائعين لله عز وجل. إذا أمرنا بأمر نقول سمعنا وأطعنا ونفذنا وأقررنا، وإذا نهانا عن شيء نجتنبه، لأنه ما أمرنا إلا بما ينفعنا، وما نهانا إلا عما يضرنا. وفي رمضان نهانا مدة طويلة، اليوم من الفجر إلى المغرب، عن المباحات طاعة له سبحانه وتعالى. فيجب علينا طول حياتنا أن نبتعد عن المحرمات، لأن الذي يضرنا نبتعد عنه، وكل المحرمات ضارة، سواء كان من التدخين أو من غيره، كل ما نهانا عنه فإننا نبتعد عنه. ولذا ربنا يعلمنا قوة الإرادة، قوة العزيمة في طاعة الله عز وجل، وأن نجاهد أنفسنا في طاعة الله، وأن نكون عبيدا صالحين ننفذ أوامره ونجتنب نواهيه. ومن الأمور التي تساعدنا على الاستقامة كثرة الدعاء، فإن كل شيء بيد الله عز وجل. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. كثرة الدعاء، فإن الدعاء هو العبادة. أكثر من الدعاء أخي، وخاصة بين الأذان والإقامة، وخاصة في آخر الليل، وخاصة في التشهد الأخير، أكثر من الدعاء، فإن الدعاء كله عبادة. ثم أيضا من الوسائل التي تساعدك على الاستقامة على طاعة الله عز وجل صلاة الجماعة، المحافظة على صلاة الجماعة وإتقان الصلاة. إذا صليت أو أي عمل تعمله في الدنيا والآخرة فأتقنه، أتقنه، تعلم ما هي الصلاة الصحيحة، أركانها، شروطها، واجباتها، وكذلك وضوءها. ثم أيضا من الوسائل التي تساعدك على الاستقامة على طاعة الله كثرة قراءة القرآن وتدبر القرآن الكريم، فإن القرآن كله خير، لأنه هدى وشفاء ونور وعلم يدلك على الخير، وهو كلام الله عز وجل، أحسن كلام، كما يقول أحد الكفر فيه في هذا القرآن الكريم: إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. فكيف إذا تذوقت القرآن ورأيت أخباره، أخبرك بأخبار الأولين والآخرين، أخبار صدق، فيه القصص الصحيح الصادق، فيه الخبر عن الجنة، فيه الخبر عن النار، فيه الخبر عن مآلك، فيه الخبر عن حياتك، فيه الخبر عن كل شيء. فتمسك بالقرآن الكريم أكثر من قراءته، تدبر القرآن الكريم واعمل بما فيه. ثم أيضا من الوسائل التي تساعدك على الاستقامة مجالسة الصالحين،
ومصاحبة الصالحين والبعد عن أصدقاء السوء الذين يدلونك على الشر، لأن الصاحب كما قيل ساحب، لأن الصاد والسين تتناوب. تستطيع أن تقول اهدنا الصراط بالصاد واهدنا الصراط بالسين، فالصاحب ساحب، فأنت عليك بالصديق الذي يعينك على طاعة الله، وابتعد عن الصديق الذي يلهيك عن طاعة الله عز وجل. ثم من الأمور التي تساعدك على الاستقامة كثرة النوافل، فإنك إذا أكثرت من النوافل فإن الله سبحانه وتعالى يحبك. ومن الأمور المهمة التي ينبغي للإنسان أن يعتني بها التفكر في خلق الله، التفكر في صفات الله، التفكر في أسماء الله عز وجل. فربنا سبحانه وتعالى مدح الذين يتفكرون: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار. ومن الوسائل التي تعين الإنسان على الاستقامة على طاعة الله عز وجل كثرة الذكر، التسبيح والتهليل والذكر، فإنه كما قال أحد العلماء فإنها أقوى، هذا الذكر فإنها أقوى من سد يأجوج ومأجوج. فعلينا إخواني أن نكون عقلاء، وأن نلتزم بطاعة الله، وأن نستمر على طاعة الله حتى نلقى الله وهو راض عنا. فإن الله خلقنا في هذه الدنيا للاختبار، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، وجعل مع كل واحد منا ملكين يكتبان ما يقول وما يفعل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالملائكة معك إن كنت في السماء، وإن كنت في الأرض، وإن كنت في غرفة مقفلة، فهم يكتبون ما تقول وما تفعل. فلا تقول إلا خيرا، ولا تفعل إلا خيرا، وابتعد عن الشر، وابتعد عن السيئات. السيئة هي كل ما يسوء الإنسان ويحزنه، فابتعد عن السيئات واعمل الحسنات وأبشر بالخير. فإن الدنيا هذه مزرعة، وحصادها تجده يوم القيامة حينما تدخل قبرك تكون المساءلة. تخرج، دخلت في هذه الدنيا وحيدة، وتخرج منها وحيدة، وتبدأ المحاسبة إذا دخلت قبرك. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما دفن أحد الصحابة قال الرسول عليه الصلاة والسلام: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل، الآن يسأل. فانتبهوا يا إخوان المساءلة، ولا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور. واعتقدوا اعتقادا جازما أن وعد الله حق، فما وعد الله به أن الله سبحانه وتعالى سيميتك ثم يبعثك ثم توزن الحسنات والسيئات. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا. نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإنابة إليه، وأن يرزقنا الاستقامة على طاعته حتى الممات،
نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، وأن يرفع هذا الوباء عنا وعن المسلمين في كل مكان، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. سبحانك لا إله إلا أنت، أنت مولانا، نعم المولى ونعم النصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.